إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتشاركونا بالتعليقات وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. أعلنت الراقصة جوهرة عن طلاقها من زوجها وهو راقص روسي، وأكدت أن الانفصال تم منذ فترة، لكنها لم تعلن وقتها عن هذا الخبر. ولم تكشف جوهرة عن سبب طلاقها، لكنها أكدت أن الانفصال لن يعطل مشوارها الفني، حيث تستعد لإحياء عدد من الحفلات بمصر خلال الفترة القادمة. ويأتي إعلان جوهرة طلاقها بعد يوم واحد من إعلان أحمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب وبعد اللقاء الذي جمعها بسعد هنا مع جوزها جنسيته روسي. دي صورة تانية وده جواز سفر. أعربت الراقصة الروسية جوهرة عن استيائها من الأخبار التي جرى تداولها عن ارتباطها بالفنان أحمد سعد بعدما نشرت مقطع فيديو يجمعها به عبر موقع انستجرام، وهنشوف الفيديو كمان شوية. وأكدت جوهرة للوطن أنها تحب صوت أحمد سعد ومعجبة به كفنان فقط، لأنه من أفضل المطربين الشعبيين في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها غير مرتبطة بأحمد سعد أو بأحد بعد طلاقها. وتستكمل جوهرة نشاطها الفني في القاهرة بين الحفلات والأفراح. ديت راقصة جوهرة من الأهرامات هنا مع أحمد سعد، ونشوف برضو أول ظهور لسمية الخشاب بعد الفيديو بتاع أحمد سعد وهو مع جوهرة. الراقصة جوهرة نشرت عبر الستوري الخاص بها على انستغرام عدة فيديوهات حديثة ظهر أحمد سعد فيها وهو يغني ويرقص معه، والتقطوا صورا تذكارية بطريقة السيلفي. وظهرت جوهرة وهي تقف بجوار أحمد سعد وهو يغني في إحدى الحفلات أغنية أشكي لمين. ده أحدث ظهور لي، وإليكم الفيديو. بعت النجمة سمية الخشاب رسالة لكل البنات من خلال اليوم السابع قائلة: ما تجيش على نفسك علشان راجل، نجاحك وطموحك أهم. وهنشوف فيديو ليها بقى كمان شوية. مؤكدة أن الزوج له كل الاحترام والتقدير، ولكن لا يجب على المرأة أن تنسى نفسها وطموحها وتكرس حياتها للرجل وفقط. وأشارت النجمة سمية الخشاب لليوم السابع أنها حرصت أن تضع صور لجلسة تصوير أجرتها مؤخرا على حسابها بالفيسبوك لتبث في نفوس الجميع روح التفاؤل والأمل، وألا تكون مصدر إزعاج أو قلق لجمهورها ومحبيها ممن يقفون لجوارها ويدعمونها. ودي الصور اللي نشرتها على الفيسبوك اليوم خميس، ظهرت بالأصفر، وهنشوف فيديو ليها كمان شوية. وأوضحت سمية أن الرجل الحقيقي هو الذي يدعم زوجته ويقف إلى جوارها ويفرح لنجاحها، خاصة لو كانت فنانة وتحتاج لإنسان يتفهمها ويتفهم طبيعة عملها. وأضافت سمية الخشاب: أنا بنت أصول ومش هقول السبب الحقيقي للانفصال. والآن هنشوف الفيديو ليها صوت وصورة. انت فين يا سمية؟ اتأخرتي. يلا حبيبتي جاية حالا اهو. حبيبة قلبي وصلت اهي. ليه الراجل بيستقوى على الست؟ في ستات بتقطع الرجالة. ضربتي كم مرة؟ وقف الضرب، لا داعي للعنف. نعرف بقى تفاصيل وكواليس الأغنية. الكواليس بتيجي. تفتكري ممكن الأغنية دي تعند مع الراجل وتخليه يستقوى أكتر؟ جوزها بيضربها، بيضرب بيضرب بيضرب. طب مفيش شتيمة؟ أعداء النجاح دول بدأتي ترد عليهم. ما يهمونيش بأي حاجة، آخر همي يعني. مفيش حنية، يبقى خلاص. هديكوا الأول نبذة عن اللي حصل وبعد كده نشوف الفيديو وهو بيتكلم عن أسباب طلاقه. فيما تضج مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، خرجت إلى العلن مفاجأة طلاق ثانية. وكشف الفنان المصري محمود العسيلي انفصاله عن زوجته الثانية
وجاء ذلك خلال حلوله مؤخرا ضيفا على برنامج الحفلة 11 الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على شاشة قناة أون إي. وقال من حوالي 3 أيام كده هو إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن حياته الزوجية بشكل علني، وأن أحدا لم يعلم بطلاقه الأول إلا بعد ارتباطه بزوجته الثانية. وذكر أنه انفصل عن الأخيرة أيضا، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يعيش حياته الزوجية من دون الشعور بالسعادة. وأضاف أنه يتمتع بشخصية صعبة ويرفض ما سماه الحياة المعلبة، وأنه يحتاج لمحاملة خاصة ولا يعترف بالحب الزوجي غير المشروط. وتابع أن الحياة الزوجية تقوم على تبادل العطاء، مؤكدا أن سبب فشل زوجيه لا يرتبط بزوجتيه بل بكونه حساسا جدا، كاشفا أنه يصبح عصبي المزاج أحيانا. وإليكم الفيديو وبعده سنرى زوجتيه. والتانية كانت ايه؟ الله الله الله، مرة واحدة كده على طول؟ مرة واحدة. والتانية على فكرة خلي بالك دي أول مرة أتكلم عن الحاجات دي في حياتي. أنا عارفة. تمام؟ أنا عادة ده كلام شخص مقدرة جدا ده. أنا شخص مش ما بحبش إن أنا زي الناس اللي بيطلعوا على تويتر يعلنوا عن طلاقهم وعن جوازهم، مش شخصيتي خالص. وما بحبش إن أنا حياتي الشخصية، في ناس قعدت بعد ما طلقت مراتي الأولانية 3 سنين ما يعرفوش إن أنا طلقت. عرفوا لما قررت إن أنا أتجوز تاني. أسباب الأولانية والتانية بسيطة جدا، وعدم السعادة. أنا ما أقدرش أعيش مش مبسوط، وده مش معناه إن البني آدمة اللي جوزتها وحشة خالص، بالعكس بكن ليهم كل الاحترام والتقدير حتى الآن الحمد لله. بس أنا ما أقدرش أعيش العيشة المعلبة. يعني إيه عيشة معلبة؟ وليه ما كنتش مبسوط في الجوازتين؟ بصي، هو غالبا بتبقى اختلاف. أنا طبعا شخصية صعبة، او بيقولوا على زي ما بيقولوا الفنان شخصيه صعبه شويه. انا حساس جدا ومحتاج معامله خاصه، وبدي بشكل معين. وبالنسبه لي ان مفيش حاجه في الجواز اسمها الانكونديشنال لاف، اللي هو الحب من غير بيقولوا ايه، الحب الغير المشروط. الحب الغير المشروط ده هتحبه لاولادك ولامك وابوك، مراتك هتدي وتاخد. فلو ما اديتش قد ما خدت او ما خدتش قد ما اديت، العلاقه هتبقى فاشله. الاثنين؟ لا، هم مش فكره انانيين خالص، بالعكس. بقول لك انا شخصيه صعبه، انا فيري سنسيتيف. صعبه ازاي يعني؟ عندي بقول لك حساس جدا، محتاج معامله خاصه زي ما بقول لك، محتاج ست تبقى حساسه قوي. محمود محمد العسيلي مولود 10 ديسمبر 1982، وهو مغني مصري ولد في القاهرة والتحق بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها عام 2005. وكان العسيلي أعلن في تصريحات صحفية أنه منفصل عن زوجته الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وأرجع السبب إلى عدم إعلانه ذلك حينها إلى حرصه على عدم تصدير حالة من الضيق والحزن بين جمهوره. دي زوجته الأولى. هنا مع مراته الأولانية، صور من فرحه ولي منها ابن اللي هو علي. وفي نوفمبر 2015 شارك المطرب الشاب محمود العسيلي صورا مع متابعي عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع زوجته الثانية وهما في شهر العسل، يعني من حوالي 3 سنين كان. وقد قضى العسيلي وعروسته شهر العسل بمنطقة سهل حشيش السياحية بالبحر الأحمر. يذكر أن العسيلي كان قد أعلن خطوبته قبل ذلك بعدة أشهر. هنا مع مراته الثانية، كان مجوزه من حوالي 3 سنين وانفصلوا مؤخرا من أيام كده. دي صور سهل حشيش مع مراته التانية. وفي أغسطس 2016 سافر المطرب محمود العسيلي برفقة زوجته إلى إيطاليا لقضاء فترة أجازة والحصول على راحة بعد عدة شهور من العمل المتواصل، وذلك بعد أن اطمأن على أغنيته المصورة يا ناس التي أطلقها مؤخرا واقترب عدد مشاهدتها من 500,000 مشاهدة عبر اليوتيوب والفيسبوك. ودي هنشوف صورهم، دي صورهم في إيطاليا.
وهنشوف آخر تطورات اللي حصل بين أحمد سعد وسمية الخشاب.